بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. What do you do؟ يعني ما وظيفتك؟ زي بالبلدي كده بتشتغل ايه؟ What do you do؟ ما وظيفتك؟ بتساوي بالظبط What's your job؟ What's your job؟ هي What do you do؟ هي What's your job؟ The same meaning، نفس المعنى. خلاص؟ نخش بقى على الأسئلة. Page 177، 177 بيقول لي املأ الفراغات اللي في القطعة دي بكلمات من فوق. books يعني كتب، library اللي هي المكتبة، not a library، information معلومات، يبقى books كتب، library مكتبة، information معلومات. هنقرأ الكلام. بيقول لي سارة is a librarian، يعني سارة دي أمينة مكتبة. وتعلموا لها لما تيجوا تتكلموا عن وظيفة تحطوا is و a قبل الوظيفة. يعني مثلا انا بقول يحيى طبيب، اقول يحيى از ا دكتور. سلاف ممرضه، سلاف از ا نيرس. تمام؟ يعني لو حد مثلا من العيانين عمل حمام على نفسه، هي اللي بتغير له البامبرز وكده. طيب احنا هنا بنقول ايه بقى؟ ساره از ا لايبريريان، امينه مكتبه. شي وركس ان ا سكول، بتشتغل في سكول ايه؟ ها سكول library. صح، library. library اللي هي مكتبة المدرسة. school library مكتبة المدرسة. صح، أو شاطر. she looks after، looks after، احفظوا بقى. looks after، looks after. ليه حطينا اس سلاف؟ ليه ما قلناش look after؟ ليه اس؟ عشان قبليها شي. برافو، شي بتخلينا نحط الاس، فهي looks after تعتني بيه. احفظوا بقى، looks after تعتني بيه all، كل all the ايه؟ books. صح، all يعني كل، all the books كل الكتب، كل الكتب يعني اللي في المكتبة. she helps children، بتساعد الأطفال find، يجدوا، إن هم يلاقوا يعني the they need information. تبنطق بقى the information they need، المعلومات، the information يعني المعلومات، they need يحتاجونها، المعلومات اللي بيحتاجوها. تمام كده؟ نخش على السؤال اللي وراه اللي هو choose the correct words، اختار الكلمة الصحيحة ما بين الأقواس. يعني I go out، النطق go out كده، حط جو صغننة كده بين الاتنين. I go out يعني أنا أخرج، on my boat في قاربي، بخرج بالقارب يعني، and a fish catch fish، واصطاد سمك، بطلع بالقارب اصطاد سمك. اللي وراها the farmer، الفلاح. ايه the fruit؟ الفاكهة. picks picks the fruit يعني يقطف الفاكهة. الجملة اللي وراها بيقول لي مين في دولت works in the tourism industry. كلمة tourism industry صناعة السياحة، يعني يعمل في صناعة السياحة، في مجال السياحة. مين ده؟ guide، المرشد. صح، المرشد السياحي. a guide works in the tourist industry. الجملة اللي وراها بيقول لي علي is a، يعني شغال ايه يعني. بعد كده قال he grows، بيزرع fruits and vegetables، بيزرع فاكهة وخضروات. fruits and vegetables يعني فواكه وخضروات. farmer أول واحدة، مزارع يعني. I look after the books، أنا أعتني بالكتب، بخلي بالي من الكتب بقى. I am a librarian، أنا أمينة مكتبة. ناخد القطعة الجميلة ديت. بقول لي there are many jobs، يوجد الكثير من الوظائف، the people do، يقوم بها الناس، يعني في وظائف ياما الناس بتشتغلها. a fisherman، الصياد ده، wakes up very early every day، يستيقظ، wakes up يستيقظ، very early بدري جدا، مبكر جدا، every day كل يوم. he goes out، يخرج، on his boat، في قاربه، بيطلع بالقارب يعني بتاعه، and catch fish، ويصطاد السمك. then in the afternoon، وبعد الظهر، he comes back and sells his fish، يعود ويبيع السمك، in the market في السوق. a farmer، الفلاح بقى بيعمل ايه؟ grows oranges، grows oranges، بيزرع البرتقال، all year، طول السنة بقى. he looks after the trees، يعتني بالشجر، and give them water، بيديله مية يعني، يعطيه الماء. then he picks the fruit، ثم يقطف الفاكهة. he sends، يرسل، a lot of the fruit يعني الكثير من الفاكهة، a lot of يعني الكثير من الفاكهة، to the factory، الى المصنع. ليه بقى؟ to make orange juice، ليصنع عصير برتقال اللي هو بتعبى في الايه، في الازايز ده. تمام. بيقول لي بعد كده بقى the underlined word،
بروناون. ذا اندرلايند بروناون يعني الضمير اللي هو هي ده اللي تحتيه الخط ده. احفظوا بقى اهم حاجه كلمه ريفيرز تو يشير الى. بصوا بقى معايا، بيقول لي هي جوز اوت اللي تحتيه الخط اهي، هو يخرج اون هيز بوت في قاربه، في بيطلع بالقارب بتاعه. ان كاتشز فيش واستادي السمك، والجمله اللي قبلها بيتكلم عن الفيشر مان الصياد، هو اللي بيصحى بدري وبعد كده بيطلع بالقارب ويصطاد سمك. اكيد الكلام كله على مين؟ على فيشر مان الصياد، صح؟ الجمله اللي وراها بيقول لي ذا ايه لوكس افتر ذا تريز، يعتني بالشجر. اكيد هيبقى مين اللي بيعتني بالشجر؟ مين في دولت؟ فارمر. اكيد فارمر. طب السؤال اللي وراه عايزين نتعلم ازاي نترجم السؤال. وات داز ذا فارمر جرو؟ احنا قلنا داز مش بتترجم زي دو، فبقول ماذا يزرع الفلاح. خلي بالكم من الكلام، ماذا يزرع الفلاح. فهمتوا كده الترجمه؟ هطلع للقطعه فوق اعرف هو بيزرع ايه. اهو حد جابها؟ الفلاح بيزرع ايه؟ اورنجز. يبقى الفلاح ده بيزرع ايه؟ اورنجز، عشان ده بيوديه بعد كده المصنع ويتعمل عصير. يبقى فار ا فارمر جروز اورنجز، بيزرع البرتقال. الجمله اللي وراها بيقول لي واي، لماذا does the farmer send the fruit to the factory؟ لماذا احنا قلنا send يعني يرسل، لماذا يرسل الفلاح الفروت اللي هي الفاكهه اللي هي البرتقال اللي بيجمعه ده الى المصنع؟ ليه بيعمل كده؟ ومكتوب اهو بص to make orange juice، اخر حته في القطعه، ليصنع عصير برتقال. هو ده السبب. تو فاكرين تقول مصدر ليه؟ ليه ليصنع عصير برتقال. يلا مي ريد اند ماتش ذا فارمر اللي هو الفلاح، هنكملها بايه؟ سي اللي هي جروز اورنجز، بيزرع البرتقال. رايت. بعد كده ذا جايد المرشد السياحي ده بيعمل ايه؟ وركس ان ذا تورست اندستري، يعني يعمل في مجال السياحه او في صناعه السياحه. ذا فيشر مان الصياد دي يعني كاتشز فيش، يصطاد السمك. اخر واحده نمبر 4 ذا لايبراريان، امينه المكتبه دي بتعمل ايه؟ امينه المكتبه لوكس افتر بوكس، تعتني بالكتب. طيب مستر بص انا متكل في الصفحه اللي في الوش، ناخد السؤال بس انا عشان انا مسجل ما تتكلمش. القطعه دي بيقول لي يعني خد كلمه كمل بيها الجمله. اندستري يعني الصناعه. ها اندستري يعني ايه يا يحيى؟ الصناعه. فيش لا مش مفتوح هي مجال. لا تمشي الصناعه هنا. صناعه السياحه تمام. سكول مدرسه فيش سمك، وسكول مدرسه وفارمر الفلاح. المهم هنا اول واحده بيقول لي ذا لايبراريان وركس، امينه المكتبه وركس ان ايه لايبرري؟ سكول. ان سكول لايبرري صح. نمبر 2 بيقول لي ذا فيشر مان الصياد جوز اون هيز بوت اند كاتشز، يعني يخرج في القارب ويصطاد فيش. فيش صح، بيصطاد سمك. كاتش فيش يعني بيصطاد سمك. ذا ايه بيكس ذا فروت، يخطف الفاكهه. فارمر. ذا فارمر صح. نمبر 4 بيقول لي ذا جايد المرشد ده وركس ان ذا تورزم اندستري، برافو، يعني يعمل في تورزم اندستري دي صناعه السياحه. ها طيب اللي جايه ديت بيقول لي هنا رتب الجمل دي. احنا قلنا قاعده اداه دو فاعل مصدر صح، قوليها بقى كده. وات دو يو دو يعني بتشتغلي بتعمل ماذا تفعل يعني وماذا تعمل ايه وظيفتك يعني. طيب الجمله اللي ورانا اقولها بالعربي. الامينه المكتبه تعمل في مكتبه المدرسه. انجلش يلا. ذا لايبراريان لايبراريان ايوه لايبراريان وركس ان ذا سكول لايبراري صح. يبقى ذا لايبراريان وركس، وحطينا الاس عشان اللايبراريان الاسم مفرد، works in the school library يعني في مكتبة المدرسة. الجملة اللي وراها من يعمل في المدرسة؟ who works في in a school. شاطرة برافو. هنقرا الكلمات اللي فوق دي. money يعني النقود دي بيتش 183 ماشي، دي اللي على lesson 2 اسئلة lesson 2. طيب بيقول لي هنا ان سارة ماني يعني المال، ومانجوز المانجا، وود الخشب تنطق وود الخشب، وتري شجره. ساره ان ملك، ساره ان ملك يعني ساره وملك ار تو سيسترز اختين، تو سيسترز اختين. ايتش سيستر كل اخت يعني كل اخت في الاختين. هذا بيوتيفول مانجو تري صح يعني ايه؟ كان لديهم. احفظوا ان هاد يعني كان لديهم مش لديهم، كان لديهم شجره مانجا جميله الاثنين. دي عندها شجره مانجا ودي عندها شجره مانجا. ها
every year كل عام the sisters الأختين ate كانوا بيأكلوا mangoes من الشجرة بقى بيأكلوا mangoes mango. One day ذات يوم ملك سيد ملك قالت إيه بقى I don't need mangoes لا أحتاج المانجا don't need لا أحتاج المانجا I need A to buy things I need A to buy things money I need money صح محتاجة فلوس لأشتري أشياء فعملت إيه بقى غبية بص عملت إيه let's قالت let's هيا cut down my tree هيا نقطع الشجرة أنا عايز أقطع لازم يعني اقترحت كده قالت هيا أقطع شجراتي بص بقى ليه بقى عشان تبيع الشجر الخشب بتاع الشجرة ويجي لها فلوس ياما طب ما هتصرفها بعد كده مش هتلاقي بقى مانجا اللي كانت بتاكلها دي كل سنه وبتاع ما خلاص هي قطعت الشجر فبتقول ايه ليتس كات داون ماي تري اي كان سيل ذا وعشان انا استطيع ان انا ابيع الايه بقى وود الخشب صح ناخد اسئله التشوز دي بيقول لي ايه في دولت از ا رينيوبل انرجي يعني ايه رينيوبل انرجي يعني طاقه متجدده يعني ايه في دولت طاقه متجدده Solar energy اللي هي الطاقة الشمسية ليه بقى طاقة متجددة لان الشمس مش بتخلص الشمس بتطلع كل يوم الطاقة بتاعت الشمس مش هيجي يوم وتنتهي فعشان كده بنسموها طاقة متجددة يبقى solar energy is a renewable energy ملك cut her mango tree down صح cut down her mango tree يعني قطعت شجرة المانجا cut down احفظوا cut مع down يعني قطعت شالت الشجرة يعني من جذورها الجملة اللي وراها let's sell the mangoes هيا نبيع المانجا I need احتاج ايه money فلوس انا محتاج فلوس we can take ايه from trees يمكننا ان ناخذ ايه من الشجر wood الخشب صح wood from trees ناخد القطعة الجميلة دي القطعة دي عشر حاجات يا مقاول بيقول لي ايه renewable energy الطاقة المتجددة is the energy هي الطاقة is the energy that can grow again التي يمكن ان تنمو مره اخرى تمام او ممكن اقول عليها never runs out يعني ايه never ابدا لا تنضب ابدا يعني لا تنفذ يعني مش بتخلص خالص مش هيجي عليها يوم وتخلص دي معنى never runs out ها يعني لا تنفذ ابدا wind water and the sun يعني الرياح والماء والشمس are all كلها يعني كل دي كده sources of renewable energy هي مصادر للطاقة المتجددة they don't cause pollution الطاقة دي لا تسبب تلوث don't لا و cause تسبب pollution يعني تلوث they are safe to use هي آمنة الاستخدام but ولكن non-renewable sources like coal, oil and gas لكن الطاقة المصادر الغير متجددة مصادر الطاقة الغير متجددة دي مثل الفحم والبترول والغاز الغاز الطبيعي يعني cause pollution داعبها بقى بتسبب تلوث cause يعني تسبب وpollution يعني تلوث they are not safe وهي ليست آمنة يعني في خطر فيها تمام هناخد بقى السؤال الأولاني بيقول لي the air is a source of renewable energy يعني هي مصدر للطاقة الايه المتجددة ايه اللي مصدر طاقة متجددة sun صح الوحيدة اللي تنفع صح لان التاني ده non renewable energy تمام non renewable energy الطاقة الغير متجددة cause بتسبب pollution يعني ايه pollution يعني تلوث تلوث السؤال الاولاني بيقول لي what's renewable energy ما هي الطاقة خلي بالكم من التعريف ده what's renewable energy ما هي الطاقة المتجددة ايه تعريفها هو جه هنا في القطعة that can grow again or never runs out صح كده برافو التي يمكن ان تتجدد او عمرها ما بتنفذ يعني عمرها ما بتخلص runs out يعني تخلص تنتهي لا هي ايه بتتجدد ولا تنتهي ابدا زي طاقة الشمس والرياح والأمواج وكده تمام السؤال اللي وراه برضو بيقول لي give examples يعني اعطيني أمثلة لما يبدأ بالمصدر يبقى أمر هي give يعطي بس لما نبدأ بها الكلام اعطي واكزامبلز يعني أمثلة اديني أمثلة for لي non renewable energy الطاقة الغير متجددة اديني أمثلة على الطاقة الغير متجددة coal, oil and gas coal الفحم oil and gas
الفحم اللي هي في السطر اللي قبل الاخير ده، في الاخر خالص اهي. كول الفحم، اويل اند جاز يعني الفحم والبترول والغاز الطبيعي. طيب ناخد بقى الايه الريد اند ماتش، يعني اقرا ووصل. بيقول لي كول اويل اند جاز اور الفحم والبترول والغاز ار ايه؟ نون رينيوبل انرجي سورسز. يعني ايه نون رينيوبل انرجي سورسز؟ يعني مصادر للطاقه الغير متجدده، مصادر للطاقه الغير متجدده. نمبر 2 بيقول لي نو رينيوبل انرجي، الطاقه المتجدده نيفر رانز اوت، لا تنفذ ابدا. نيفر رانز اوت، لا تنفذ ابدا. الجمله اللي وراها سارة ملك، سارة وملك، سارة وملك هاد تو مانجو تريز، لديهم شجرتين مانجو. كان لديهم، احنا هنقول الفرق بين هاد، هاد مش معناها لديهم، لا كان عندهم، تقولوها كده في الماضي يعني كان لديهم تو مانجو تريز يعني شجرتين مانجا. تمام. ذا تشيلدرن اور، الاطفال اور لان احنا قلنا ام ويز وار، لو جه وراهم فيرب يضاف له ايه؟ اي ان جي. يبقى ار بلاين اندر ذا تري، بيلعبوا تحت الايه؟ الشجره. ناخد اخر سؤال اللي هو بتاع البانكتويشن ده، بيقول لي هاو كان وي يوز رينيوبل سورسز، يعني كيف نستخدم المصادر، نستخدم مصادر للطاقه الايه؟ المتجدده. المهم يعني التغيير هنا هيبقى ايه؟ هاو الاتش كابيتال، الاتش كابيتال. بس دي بدايه جمله ولا بدايه سؤال؟ هاو دي يحط في الاخر ايه بقى؟ صح، كويستشن مارك اللي هي علامه الاستفهام. يلا بينا هنا، بيقول لي ريد اند ماتش، يعني اقرا ووصل. وات داز ذا مان سيل، يعني ايه الجمله بالعربي كده؟ ماذا يبيع الرجل؟ يعني الراجل ده بيبيع ايه؟ هي سيلز فيش، يبيع السمك اللي هي سي، يبقى 1 مع سي. هي سيلز فيش. ذا بوي از ديسابوينتد، يعني الولد محبط. عارفين محبط يعني ايه؟ زعلان، حزين. احفظوا الكلام كده، ديسابوينتد يعني حزين وزعلان. ايه اللي حصل بقى؟ هي ديدنت باس ذا تيست، يعني هو لم ينجح في الامتحان. احفظوا ان باس ذا تيست يعني ينجح في الامتحان. طب ديدنت يعني ايه؟ لم. احفظوا الفاعل وديدنت والمصدر يعني ما نجحش في الامتحان. فهمتوها كده؟ فهمت الكلام؟ الجمله اللي وراها بيقول لي ذير ار، يعني يوجد، ها 10 من 10 رجال ستاندين، يقفون اون وان ليج، على رجل واحده، 10 كده واقفين على رجل واحده مستنيين الاتوبيس. يلا بينا بقى اللي وراها، هناخد بقى اللي جاي ده. شوز ذا كوريكت. بص بقى معايا، ايه مين في دولك كده؟ سيلز فريش فيش، يبيع السمك الطازج. فيشرمان، فيشرمان الصياد، صح، هو اللي بيبيع السمك الطازج. درايفز ان اولد، هو يسوق، درايفز يقود يعني، ان اولد ايه؟ فان، شاحنه قديمه، يعني عربيه نقل قديمه كده. الفان دي بتبقى عربيه النقل اللي فيها باب من ورا زي بتروح السوبر ماركت. السؤال اللي وراه، هي لايكس هيز جوب، هو يحب عمله. هي هاز ايه؟ فان، صح، بيمرح، بيبسط يعني. الجملة اللي وراها بقى، اتس فيري هوت، الجو حر جدا، اندر ذا ايه؟ sun، تحت الشمس، صح. اللي وراها بقى نمبر 5، هي شي ايه كده فيش، هي ايه السمك؟ شي نيفر ايتس ات، وهي لا تاكله ابدا. ديسلايك، ما حدش يستعجل يقول لايكس على طول. ده هو كاتب ايه؟ شي نيفر ايتس ات ابدا ابدا. نيفر دي يعني لا، لو اول ما تجي لكم نيفر تقولوا لا بالبلدي كده، لا تاكله. حاجه واحده ما بتاكلش الحاجه ما بتحبها، اكيد ديسلايك لا تحبها او تكرهها. ديسلايك معناها بتكره. الجمله اللي وراها، اي كانت سي ماي كات، انا لا ارى قطتي. بص مش شايف القطه، خلي بالكم المعنى. هي ايه؟ ات ايه؟ ديسابيرد، يعني ايه؟ لا، تاني واحده اللي في النص دي، نمبر 6 مع اللي في النص. يعني ايه ديسابيرد؟ الحاجه ديسابيرد يعني اختفت. ات بتعود على القطه ان هي، وديسابيرد يعني اختفت، اختفت مش شايفها يعني. الجمله اللي وراها، he didn't pass the test، هو لم ينجح في الامتحان، هو لم ينجح في الامتحان. didn't pass the test، لم ينجح في الامتحان. يبقى هيز ايه؟ disappointed، يعني ايه disappointed؟ محبط. احفظوا بقى الكلمه disappointed، محبط، زعلان يعني. اكيد واحد سقط هيبقى زعلان. نمبر 8 بيقول لي ايه is a prime number، رقم اولي 17، صح، العدد الاول. مفيش عدد زوجي اولي غير 2 بس، ها. في اي بقى
يعني بص اي عدد زوجي غير التو ما يعتبرش برايم نمبر. ها انتوا فاهمين الحته دي؟ the only prime number the even number is 2 هو 2 but all the other ها odd numbers خلاص يعني 5 مثلا 7 هنا عندنا بقى 17 is a prime number. I'm sorry because انا اسف عشان I am my dad انا ايه ابويا والدي disobeyed يعني عصيت والدي. احفظوا الكلمات disobeyed يعني ايه عصيت والدي disobeyed يعني ايه عصيت والدي. فانا ايه انا اسف انا عصيت والدي يعني قال لي اغسل وشك ما غسلتش وشي نزلت الشارع من غير ما اغسل وشي تمام وشه كله عماص راح نازل كده خلاص هو انا كده حلو. اللي وراها بقى I always انا دائما ايه with my brother انا دائما ايه مع اخويا disagree اختلف بقى disagree اول واحده اختلف مع اخويا. بص we are different احنا مختلفين هو شمال انا يمين ها يبقى هنا دي معناها disagree يعني يختلف على طول معايا. هناخد دلوقتي الكلمات اللي كلمة dislikes معناها لا يحب او يكره ممكن تترجموها كده لا يحب او يكره. disappeared اختفى disobeyed عصى والديه يعني ما سمعش كلامهم ها disobeyed surprised مندهش مستغرب يعني fun دي متعة او حاجة ممتعة تمام engine يعني الموتور المحرك بتاع العربية او المكنة ماشي engine. نقرأ كده مع بعض dislikes و disappeared و disobeyed surprised fun engine. اول واحدة بيقول the fan الفان دي العربية النقل كده اللي ليها باب من ورا دي المقفولة has لها احنا قلنا has يعني بيها او لديها ان ايه لديها ان ايه ان انجن يعني محرك موتور يعني بيها موتور ها ان انجن يعني موتور. وليه قلنا ان عشان الاي بتاعت انجن حرف فاول ما ينفعش اقول ا انجن اقول ان انجن. الجمله اللي وراها ام سوري انا اسف بيكوز اي اي ماي مام انا اسف لانني ايه امي يعني ايه دي سوبيد عصيت امي انا عصيت كلامها يعني قالت لي اغسل وشك ما رديتش اغسل وشي ها ماشي ما زي عيل كده ما كانش بيحب يغسل وشه حكيت لكم حكايته قبل كده امه قالت له امي ولا اغسل وشك قال لها لا مش هغسل وشي. عارفين اغسل وشه ازاي؟ حط صباعين كده في الميه صباعين بس في الميه ومسح عينه يا دوب شال العماص بس من عينه قال لها خلاص ارتحتي غسلت وشه يلا بينا نكمل. وصلنا رقم كام؟ ايه؟ اتنين اه I'm sorry because I disobeyed my mom انا اسف عشان احنا قلنا because عشان عصيت امي ما سمعتش كلام. She not ice cream هي ايه الايس كريم؟ dislikes يعني لا تحب احفظوها كده لا تحب او تكره الايس كريم. الجمله اللي وراها The rabbit ايه from the hat الارنب ايه من القطه؟ disappeared صح اختفى from the hat من القبعة يعني يبقى the rabbit disappeared from the hat تمام. الجملة اللي وراها هنا بيقول لي he likes his job he likes his job يعني هو بيحب شغله وظيفته احنا قلنا his يعني حاجته لو تفتكروا it's a هي ايه على الوظيفة دي fun ممتعة fun يعني ممتعة it's fun she was هي كانت ايه when she heard عندما سمعت the good news الاخبار الجميلة الجيدة she was surprised كانت مندهشة when she heard the good news عندما سمعت الأخبار الجميلة أو الجيدة يعني. أنا عايز هنا أرتب الجملة ديت أقول هي لا تحب الآيس كريم she dislikes ice cream شاطرة she dislikes ice cream يعني ما بتحبش الآيس كريم. الجملة اللي وراها أداة does فاعل مصدر ومعناها ماذا يقود الرجل العجوز بيسوق ايه يعني what does the old man drive the old man ولا the old man the old man drive صح what does the old man drive يعني ماذا يقود الرجل العجوز صح بيسوق ايه يعني. الجمله اللي وراها ان الارنب هنا اختفى من القبعه the rabbit disappeared from
the hat. صح. The rabbit disappeared from the hat. ابينا كده نبدأ مع بعض. هناخد ده صفحة 197. change يغير. show يظهر. show يظهر. لو جت وراها respect يعني يظهر الاحترام. دول مع بعض يعني show respect يظهر الاحترام. carefully بحرص. بعناية. بحرص. باهتمام يعني. teacher المعلم. وتنفع المعلمة. نبدأ بقى السؤال الأولاني. قول لي what do you want to be ترجمة يعني what؟ ماذا؟ و do you want؟ تريد أن تريد و to be أن تكون صح؟ يبقى كل السؤال على بعضه. ماذا تريد أن تكون؟ شاطر. ماذا تريد أن تكون؟ قال له I want to be. ممكن أقول له I wanna be. ممكن want to be ده إيه؟ I wanna be. Want to wanna. أقول له كده I wanna be a عايز أبقى إيه؟ teacher. وأنا قلت لكم قبل الوظيفة حطوا إيه ها؟ I wanna be a teacher. أنا عايز أبقى مدرس. قال له قالت لها معلمه يعني قالت له واي نهى قالت له واي ليه قالت لها بيكوز ا تيشر لان المعلم كان يستطيع ان هو ايه ستودنتس لايفز هنا حطت الابوستروفي خلي فاكرينك الحته ديت فبنترجم اللي بعدها وبعدين نرجع نجيب اللي قبلها يعني حياه الطلبه حياه الايه الطلبه لانه يستطيع المعلم ده يقدر ايه حياه الطلاب يغير حياه الطلاب ها يخليه بدل ولا مثلا مش بيسمع الكلام لا المدرس يقول له لا اسمع كلام امك يقعد يعني يخليه بقى يعني ها يغير حياته هاو دو يو يعني هاو دو يو ايه ريسبكت تو تيتشرز شو معناها كيف تظهر لان دو يو شو هي شو يعني معناها يظهر يبين يعني يبقى يقول له كيف تظهر او تبين الاحترام للمعلمين يعني المدرسين بتوعك قال له I listen A to them أستمع إيه لهم carefully I listen carefully to them يعني أستمع بحرص إليهم ها أو بعناية يعني الجملة اللي وراها ناخد القطعة اللي بعد الأسئلة اللي بعد كده بيقول لي اختار الكلمة الصحيحة students الطلبة ask surprising كلمة surprising يعني مفاجئة فالطلبة يسألون ايه مفاجأة؟ أسئلة يعني ايه questions يعني أسئلة صح يبقى ask surprising questions يعني بيسألوا أسئلة مفاجأة the teachers المعلمين always دائما ايه their students دائما ايه الطلاب encourage صح encourage يعني يشجعون الطلاب ها وزير طبعا خدناها قبل كده their students طلابهم فاكرين الحتة دي؟ their دي حاجتهم يعني their students طلابهم We a respect to our teachers. نحن ايه الاحترام لمدرسينا. صح شو يعني ايه بقى احفظوا شو مع respect يعني نظر الاحترام لمعلمينا. Show respect to ممكن our teacher ننطق ازاي. Our teacher. اخد الار بس اقول ايه. Our teachers. بدل ما اقول our اقول ايه our teachers. بص. We show respect to our teachers. To our teachers. ها؟ We show respect to our teachers نحن نظهر الاحترام للمعلمين. I think أنا أعتقد إن إيه is the best job يعني أحسن وظيفة in the world يعني في العالم. أنه وظيفة دي أحسن وظيفة في العالم أمال؟ ها؟ صح التعليم شاطرة زي القعدة اللي إحنا قاعدينها دي. Teaching يعني التعليم ها؟ لأن الباقي دي مش وظيفة دي الكهرباء والاحترام ماشي؟ Freed and match يعني اقرأ وص. I respect ذا كلينر انا احترم كلينر عامل النظافه I don't throw litter صح لا ارمي القمامه ما ارميش الزباله على الارض I don't throw litter يعني لا ارمي الايه القمامه نمبر 2 بيقول لي I respect the teacher انا احترم المعلم قول لي الحرف الاول بس I listen to him carefully اللي دي صح انا استمع له بحرص اللي وراه نمبر 3 بيقول لي I respect the bus driver انا احترم سائق الاتوبيس ايه ليه I say thank you to him يعني اقول له شكرا نمبر 4 بيقول I respect the librarian انا احترم امين المكتبه I put books on the shelf صح بضع الكتب في مكانها على الرف شاطر يبقى I put books on the shelf ممكن on the تتنطق قلنا شيل يعني بدأ ما اقولش ازاي بقى اقول لك ايه ازاي قلنا شيل قلنا شيل
ها عارف حد يعرف يقول كده؟ اون شيلف. اه يعني اخد اكن دبل يعني يعني الان مشدده كده. ها فبدل ما اقول اون ذا شيلف اقول اون شيلف. هير اي بوت بوكس اون ذا شيلف. ناخد القطعه ديت. القطعه دي حلوه قوي. واحد بيقول انا عايز ابقى معلم، ودي تنفع زي باراجراف كمان، ممكن تيجي كباراجراف ان شاء الله، ده هيبقى باراجراف مهم فافهموه الاول. بيقول انا اريد ان اكون معلما لانني اعتقد ان التدريس او التعليم احسن وظيفه في العالم. نقول بقى الجمله تاني بالانجليش. I wanna be a teacher because I think teaching is the best job in the world. بعد كده قال ان التدريس مثير، يعني مهنه مثيره، لان كل يوم مختلف بالنسبه للمدرسين. يبقى teaching is exciting because every day is different for teachers. مختلف للمدرسين. students الطلبه ask surprising questions. الطلبه بيسالوا اسئله مفاجئه للمدرسين. teachers can change the students lives. المدرسين يقدروا يغيروا حياه الطلاب. they encourage their students. بيشجعوا طلابهم to do better، ان هم يتحسنوا. do مع better يعني يأدوا بشكل افضل يعني. they work hard for long hours. بيشتغلوا بجد لساعات طويلة. work hard يعني يعملوا بجد لساعات طويلة. بعد كده قال لي they need to be patient. هم يريدون ان يكونوا صبورين، بيحبوا عندهم صبر كده وطولة بال. ها المهم الجملة الأولى بيقول لي، السؤال الأولاني بيقول لي ذا تكست يعني القطعة اللي مكتوبة فوق دي إز أباوت، عن إيه؟ تيتشنج. التدريس صح، تيتشنج هو كل كلام عن التدريس اللي هي تاني واحدة. طيب ذا تيتشرز المدرسين إيه ذير ستودنتس تو دو بيرر. انكورج يعني بيشجعوا الطلبة التلاميذ بتوعهم إن هم يأدوا بشكل أفضل. طب ناخد السؤال اللي بعد كده بيقول لي واي، ليه يعني إز تيتشنج إكسايتنج، ليه التدريس مثير، ليه مهنة التعليم دي مهنة مثيرة يعني. Because every day is different for teachers. صح، because every day is different for teachers، لأن كل يوم بيبقى مختلف بالنسبة للمدرسين. طيب الجملة اللي بعد كده بيقول لي what does the writer، writer ده الكاتب اللي بيقول اللي كاتب القطعة دي يعني. بيقول what does the writer اللي هو كاتب القطعة دي want to be، عايز يبقى ايه يعني، ماذا يريد ان يكون. هو قال في الاخر في الاول، بص طب اول جمله بيقول انا اريد اهو I want to be a teacher، يبقى a teacher بس. اكتب ايه؟ a teacher يعني معلم. ايه حلو اليونت ده ولا صعب؟ لا حلو.